أول شيء عندنا المواد، وتيناهم وخليناهم. أول شيء عندنا سيريلاك، زبدة اللوز، ونوتيلا، ودايجستيف ملحي. خلطوا المواد. بعد ما كملنا تخلط المواد مع بعض، طبعا حناخد شوية من الخليط وحندير كرات بحجم المتوسط. هو الخليط هش شوية، لكن تقعدي تضغط عليها لين تندمج مع بعض. أول خطوة توا حناخد كرات اللوتس، حنغطسها في زي ما قلنا القشطة، وحنضيفها بعدين في الدايجستيف المرحي. تقدروا تستخدموا أي نوع من أنواع البسكويت اللي عندكم، لكن أنا ديما نحب نفضل الدايجستيف لأنه متوفر ديما. حنقيمها حنحطها في كرات اللوتس، حنحاول نغطيها كلها بالبسكويت. نقيمها ونحطها في الأوراق. نكرر الخطوة في جميع كرات اللوتس الموجودة عندنا. بعد ما كملنا الخطوة ان احنا غطسناها في القشطة والدايجستيف، توا حنزيناها بزبدة اللوتس من فوق وحنحطها في صحن التقديم.